ها هو ملف الاستجوابات يعود من جديد إلى واجهة الأحداث السياسية، فما أن نجحت الحكومة قبل 10 أيام في مواجهة استجواب الوزير المدعج بنجاح، حتى أخذ الحديث يتردد عن تصاعد هجمة نيابية ضد وزير النفط الدكتور علي العمير ستصل لأول مرة إلى حد المساءلة وربما الإطاحة به. أسباب الاستجواب المسمع تقديمه من أكثر من نائب تعددت، ما بين الاستياء من وجود مخالفات وتجاوزات في الهيئة العامة الزراعة التي تخضع مسؤوليتها للعمير من جهة، ومخالفات تطوير حقول وأبار النفط من جهة ثانية، وهو ما عبر عنه النائب فيصل الكندري، والذي أعلن صراحة أنه سيستجوب الوزير إذا ما فشلت محاولات الإصلاح في القطاع النفطي. الهجمة النيابية ضد العمير لم تقف عند حد المخالفات والتجاوزات في الزراعة فقط، بل تعدتها إلى قضية تعيين المدير العام للهيئة، والذي انقسمت بين ضرورة البت فيها سريعا من جهة، وإرجاع جاءها من جهة أخرى، ليجد العمير نفسه في مأزق آخر ما لم يعيد النظر، الأمر الذي تردد معه الحديث عن توجه العمير للاستجابة للمطالبات النيابية وإرجاء قضية تعيين حتى انتهاء التحقيق فيما يشوب الهيئة من قضايا فساد. إذن العمير يواجه المساءلة ما لم يتم احتواء نقاط الخلل وتحرك لاحتواء الأمور، خاصة وأن مصادر نيابية أكدت هذه المرة توفر العدد اللازم لتوقيع طلب طرح ثقة بالوزير قبل تقديم الاستجواب ومناقشته، وأن التقديرات الأولية لعددها تشير إلى وجود 24 نائبا سيدعمون التصويت على طلب طرح الثقة. وما بين هذا وذاك يبقى المضي في تقديم الاستجواب من عدمه رهن استجابة العمير لمطالبات النواب.